النقطة الأولى اللي هي موضوع العمالة في القطاع الخاص والعمالة في القطاع الحكومي. هذه أتمنى معلومة هذه تقدم، ويجب أن تكون أيضا بأثر رجعي. يعني مفترض، يعني اليوم لو أنه الصحيفة اللي قالت أنه انخفض 1.9 مليون سعودي فقدوا وظائفهم، لو أنه فيه الربع اللي قبله واللي قبله، يعني على الأقل نقول 16-15 تعدلت البيانات والامور. وانا اعتقد يعني الشوط اللي قطعته وزاره هيئه الاحصاء خلال السنه الماضيه يا رجل في بيانات والله ما كنا وما كنت احلم انا شخصيا. جزاهم الله خير، يعني سوى شيء من زمان. وانا انصفهم في هذه، لكن الاشكاليه في انه انت ليش لما جيت على معدل البطاله وقفت وجيت تبدا بطريقتك القديمه؟ يعني من العيوب اللي على النشره هي ذكرت معدل البطاله، ولكن كم عدد العاطلين؟ إذا أنت ما تعتبر الباحثين عن العمل، يعني ما أدري شو يسميهم، مثلا باحث عن عمل قاعد في بيته، يعني أنا ماني بعاطل بس باحث عن عمل. طيب ما عندي دخل، أنا أعتبر عاطل متعطل. خاصة البيانات اللي عند حافز. هذول والله ما ياخذ ريال، هو ياخذ ريال من أي جهة، لو يبيع جح في شارع وتدخل فلوس في حسابه يصيدونه، يدرون عنه. فبالتالي هذا يعتبر، أنا بالنسبة لي المعدل اللي طلعته هيئة الإحصاء هو تقديراتهم، انا بتقديري بناء على الارقام اللي قدامي انا معدل البطاله عندي 23.1%. وليس عيبا ان تقول والله عندي معدل البطاله مرتفع. ليه؟ حبيت تتكلم لانه انا كان قفزت للضعف انت. بالضبط، وهذه الحقيقه، هذه الحقيقه يا خالد. انت لا يعني انت الان لما يجي صانع القرار انت مشكك في الرقم اللي طلعه، ولا هم المصادر، يعني الطريقه اللي بنوا عليها مضطرين انهم ياخذون من مصادر هو هنا ليش؟ يعني انت لو تلاحظ النشره افتحها اليوم اسال هيئه الاحصاء كم عدد الرقم اللي بنيته عليه 12.3%. كم هو الرقم؟ هذا الرقم اللي انا حطيته في البسط وقسمته على المقام، ايش هو؟ كم عددهم؟ كم الذكور وكم الاناث؟ ابغى اعرف الرقم.